وحان إذا كم حد نقيا أنا جو كل هذا يوم عاجودي سوق من قابس حفلة قيمة هي غاية هلا إما شها نجا أجي تاني نجا لا سوق يبقى شان حفلة لاقبتي مشرح كم إذا مشرحين تا وترتمي يا شجرة مدحونك حقيقي لماذا دولة جبرات كبنت لان يا الصومالي وحن رجينا يا إن حفلة دينو إنو بلعبتو صمركي يدلغاتكي يحكمة دي عاد موجسانا عاد يا عبان إذن كما هدلقنا إمي كانا إنو حفلة دينو قد قلنا إيو هوليها إنو سكبون نمي حفلة دين مركورة إنتا عنو يلين بلوغا وحلوقة بنا يا مشرح وترتما يا جغالا مدحوين كوحيقيني مادة بنتلان ومجدي ساعات كوالا ركتان ماشن عبد الله علي حبسي وكو مجدي ارتم عدا إيمي كان سيدي عادة دينا راهي نهدي من عادة مسلمين ومسلم دين تسلام كا وحان نوويا ريا قف كمد ولا لها وآية القرآن الكريم كا ينوقف راسي شركين ينوقف ما وأنا ساعد فارح فليتفضل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم صدق الله صدق الله العظيم وأنا أحسن ولكن هذا هو الكريم ويوفر ولكن أنا أحب أن أكون في الميكروفون وأكون في الميكروفون وأنا أحب أن أكون 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 في الميكروفون وحنو يلي يا مشرحة موادي كانوا يلي وقف كانوا يلي ففاينتين السين يا وحوي يعني والسين هراء وكتر سنة دول الجولات كبنتران والصومالية وكاها وسارد حليل كعالم يا أرمها هرمر أي وسارد قشنتي حليل كعالم يا دول الجولات كبنتران والصومالية ووسير كهان شو وكم إذا وساردها هو وين هذين نقطة الشقين تقولها هذين نقطة سكوس حليل كا دور دولت که بنتلان سومالیه دی دولت ها که عالم که دنها بودن و حالا سیبیان میریم و این رجوع و سیر و سالد دامر و سیر که ها و این سین دو نا اخبارات که مشرح حوان فرح بلع و عنهر تا این کم هد علی نیا که سو غیب کل که ونکسن دمانتین دمانتین داد کن عاوه هل کن كسو قايب قلي أرنتان حفلة ده أينو كسو دوين إنو إستاجا ومشرحة عبد الله على حرسي وأنا نو تاريخ ديسا إلى يرانتي سيان مالك سو ولا قري كنا سو ولا دلني مركي دمنا نو دولة بنت لنا هذا شغاي نيسا أنا كود كري وأنا لبوا وسير كاهين ويسنوا هاو سيرك جناحسجا، أنا عن هاو سيرك قرشين تا، عبد الله وحوي ينن دت كريب بنت لان لوشري يماها، عبد الله وانن معمولدي بنت لان إكل دمبيي، إلى مركي بنت لان لأساسي، يلا هديرو لتشوغو، عبد الله معمولدا صردا وكسو شقي، حلال كلا دوين ونكسو قط، عبد الله هوس بكسو بلعبي. حلال كلا دوان بقصوا قبتي قيبة كلا دوان أو أنت بدن مسؤولية وبدن وسيرة لبا بوس أو دولتي ومرحوينا كا عدم موسى وحوها وسير كا هولها جود أيوها يهور مرينتا هدر نوحوها دولتن عبد الرحمن محمد فرولي وسير كا كان عسكا عبد الله وانين حدير وين دات كلا له قيبها برشادة إريب بنت لان ودن أي قانان قبل هذا بري نقال يمدوك انتبا السعدالة أو تقوية قبل هذا يكسو تشيدين
قبل هذا سول يسنا يعينا نين أهل دي سيسا قبل لقى يقام وي عبد الله وحكودا شيء أدان تاريخ نولويت كيس أقبل نسيو عبد الله وحكودا شيء لاس عناد سنة كيكون يسقال بقول يلبي لحدن كي عبد الله وحكو برتاي سكول كيس وصي يدحى أولي بعنا وانو سكراس عين دقمال لاس عناد وهذا وهذا عاصمة قبل قصول أيو عبد الله وحبر شدي صوصد حق قاتي عبد الله مركي وحبر شدي سي تكسك سرادة ما يستي وحالو دري تبابر سركال نبو وحونا اتقي ودن كم مصر هالكاسو مدافر سنة وكم بغنا عبد الله وحو قصو التخصصي هبكا تيرادة دير ملافع ده ولو قايبتا كامي كلا يو قصو التخصصي كامي خلسك عبد الله مركو كسر الله في الصومالية وحكم بالنغري إذا ما دي حوج دلك الصومالية هل كاس أو كم بدها إلى أنت دلك دولة دي دحاي كبر برتاي أنت كدم بيسنا عبد الله وحكش غيني سيدا أنا نقول هرايد نكسر الشيء معمول قبلات كبنتلان يو قبل كسر أو كسر شيء عبد الله تما عدى وانين لقى يقان ويجي قبلا دا وكسو تشيدو ما أنت بنت لان وحيابها يوبا هانت هاي وحقوها رأي بداي بنت لان سبدل بيوبا هانت هاي وحيوبا هانت هاي مدين بيوبا هانت هاي وحيوبا هانت هاي دل أقون تي دله أو دقاله إلى دبوا بسا بنت لان أمن جيد إيو سكيورتي قدرت كأن لسوا أي يدون أوبا هانت هاي مرك عبد الله انت هذا النوع حكى قبل كروي وانا نن سدان الدين شقي هاي دب كلا دوان ودولة بنت لنا معمولة دي كلا دم بيكسر شقي أنا عبد الله هدو كقول استو ولا كقول يارين تاس دورشة أو ما أنت ستة يلا بدك كن يافر يطبعن كا وحنو أركا نوع حكى بدلي كرا معمول كبنت لنا dalkana u keeri kara horumar iyo nabadgelyo iyo midayn aan hore u jirin intaas aan ku soo koobaya taariikhdiisa ilaahayna waxaan ugu rajaynayaa inuu ilaahay ku guuleeyo wasiirku maahsan yahay warbixinta faahfaahsan ee ina anfacday oo dhinacyo badan taabatay oo naga sii musharaxa aynu caawa xafladiisa joogno mar labaad baan wasiirka u mahadnaqayaa haddana waxaan u yeerayaa shakhsi ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland UK sharaf iyo karaamo badan ku leh odayaasha Puntland ka mid ah oo isaguna waraahdiisa halkan ka gudbista Sultan Maxamuud Haaji Cali Xoosh يعني تاريخ السيدة وزير كونه كشيكي لو كشيكي أهنا نين بطلان درة بطلان أي أبا هانتا هاي قف بطلان درة و ضد كان قربها مركا رمت الله الله أي كجم مدينين ضد كجودها تشوجة وحكت هذا واحد بدن كأو وسيدة سو كلو جسو شقي عبد الله آل حرسي و the family سنة أنا وأنا كان و family تاريخ لأيهين وان سود وينينا وانا كفرق سنة إنه هدينو نهاي دادك دياس براها وحمد دورانو لكن ما سيج بينو درها مركا ما سيج كانينو درينا وحن ادرينا نمانكا بارلمانكا بطلان او اه او لحنا نيا افرطا وان وحن لانا ورب ننكي وحن قلت دورتا oo Cabdullaahi Cali Xirsi sidaas looga sheekeyay aan una u yahay nin mudan baynu u gudbireynaa codkeena waxaanu leenahay doorta oo ninkaas noo doorta aan hadii intaas aynu kaga baxno arinta aan Cabdullaahi
oo hafladatan soo dhaweynta iyo qiimaha leh aynu ku gudbinay codkeena aanan rajaynayno in la yana maqlayo waxaanu guul iyo sharaf u rajaynaynaa doorashada soo socota oo Puntland inay u dhacdo waxaan hafladan halkeen uga sii socota waxaan u yeerayaa oday kamid odayaasha Soomaaliyeed oo runtii wax badan oo jaaliyadana kamid ah ihsaankeeda iyo horumarkeeda iyo isku xidhnaanteeda iyo in ummadu ayayda ka tashato sharar badan aad ku aragteen gacanna ka geysto aad u jecel waxyaalaha islaaxa ah iyo horumarka iyo nabadgelyada iyo in dadku ay danahooda si nabadgelyo ay uga tashadaan aan filayaan in badan aad aragteen laakiin xikmadiisa aynaan marnaba ka dhargeyn oo aynu baahi dheeraad u qabno waxaanu yeerayaa Injineer Nuur Xuseen Maxamed Dadman Nuur waxaan leeyahay Puntland ninkaan isu sirraxay oo Cabdullaahi Xirs Cabdullaahi Cali Xirs waxaan leenahay waa nin la tilmaamay oo information baan la ka siiyey kartidiisa iyo aqoontiisa iyo waxa uu dhulka ka soo qabtay dhulkeena Puntland marka waa ku tasjiicinaynaa annaguna waa inaanu ilow haynaa waana faraynaa sida keliya oo isaga maaragtay uu guul ku helo waa in la ilaasha waxaan anigu leeyahay mas-uuliyadeena maanta waxay saaran tahay Cabdiraxmaan Farool iyo Masaara runta marka loo hadlo mas-uuliyadu waxay saaran tahay nimanka isimada iyo ragga ay soo cidoonaan oo baarlamaanka raggaas keliya uun baan haysanaa haddii meesha wax cuntamaya uu ka soo baxo qof qiimo leh hadduu ka soo baxo iyo haddii qiimo leh ka soo baxo anagu raggaasaanu wax saarayna marka waxaan rajaynayaa ilaahay inuu dariiqa tuso oo dad maaragtay nin bisil oo fahmaya Puntland sidii loo aasaasay raggii aasaasay dhabbaday soo madhay wixii ku dhintay midnimadeeda sidii loo sugu lahaa taqadumkeeda sidii loo sugu lahaa ummaddeeda sidii laysugu xiri lahaa nin kartida iyo garashada iyo xigmada u leh in Ilaahay uu noo soo saaro baan rajaynaynaa presidentka keliya maaha ragga baarlamaanka wasiirada ragga laga dhigayo dadkaasoo dhan waa dad maaragtay la rabo in la xulo oo loo xulo deereerkaasaan u nahay hana la siiyo cadkanaga hana la siiyo war cadka tartiib u dhigo gadaal loo dhigo ha la doorto ninkii wax wadi karaya waa inaanu dhaafnaa aanu ka tallaabsanaa sheekadaana reerkaasaan u nahay wasladanadu waa in halkaa la dhigaa jeeriga saleena annagu waxaan rabnaa anigu intaasaan ku dhammaynaya waxaan u rajaynayaa Cabdul ninkii la yiraaho Tima Cadde baan aan ku soo goobiyay tilmaanta inuu guul Ilaahay siiyo wasalaamu calaykum hadda waxaan u yeerayaa gabadh ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee xafladda inagala soo qayb galay jooga sharafta leh gudoomiyaha haweenka Soomaaliyeed ee UK Faadumo Warsame Haabad Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu waa idin salaamay dhammaan martida sharafta leh caawi isugu timid taageerada Cabdullaahi Cali Xirsi Artanboos anoo ku hadlahaya magaca gabdhaha Soomaaliyeed markii ugu horeysa gaar ahaan meesha aan caawa dabaaldega ka hayno ee Puntland waxaan leenahay Cabdullaahi soo dhow Cabdullaahi Cali Xirsi taariikhdiisu waa la sheegay raggii iga horreeya sheegay ma u baahna maxal yiraahda faahfaahin intaa ka badan laakiin Cabdullaahi wuxuu mudan yahay maanta in loo doorto maxal yiraahda madaxweyne ku xigeenka maanta sharaxan mudnaanta inaan isaga la siiyo ayay iila muuqataa Cabdullaahi waa nin kartideeda leh waa nin dadka mideyn kara
وانين أقون تهذله وانين بنتلان أنك صوبهن سدي لا أس أسي إن واحد بدن كوك دول كواحد كتيرة أنا سلنا هاينا ما أنت معها قرب جود تمارتي حدون كأه أهنين دول كي وقول الشيء ولتشوجة أجن اللي بعتذر يوحى كتيرة أنا سلنا هاينا وحالين كرام ما أنت إن ده كان ومدين كرا إن وحيال بدن هاد مارتي قانون لغو فريدون هدي اللي يرهدو وأنين أنا سلنا هاي أرمى السودان وكسب حكرا عبد الله علي حرسي أتنبوس عبد الله وحكسو كيدا قويس تاريخ كله دول كبنتلان قارهان صول دول كليري هذا وانين أبدا شيء وانين قوين كرا وحا أي مودان تحاي ودنك وانين جيسيني ماذا يكرتيدا يدبالي أنو قدان هاي قبلها الصومالية أنا هرت أفكار كوه الله يه قار أهان قبلها بنتلان وحنولان هاي السمادة إن برلمانك إن ما تنلصيو عبد الله حرسي قار أهان أنا كوه الله يه قبلها كسوتشي ده سول سنك أي وحنيد كعصرينا أون إذن لان هاي عبد الله بن أنو ما تأجن هاي إن هالكاس أسوأ نقاده نون بوهيو وحيالها أن طبعا إنه إن شاء الله عبد الله وحنكور تشيني نقول قول قول السلام عليكم. هاي فاطمة وحنتشيني أنت لذي هذا لقاته ومشان حاس لبورتو سي مشاكل كا أما تبشرين كا أما ما ربنا هو بحن صحيح وهذا في الصحية في الصومالي بدنا نقوله ما يكرم وأنا فين إنه مش شرحانه إنه حلو هيلكرو الأرين تاس تأكيد بدنا ما يقطع حدا يحقرون إنه سنة أنا وأم دريا إن شاء الله وحنو يلي يا برتشرف هذا إن رجعته قف كم إذا أو يسمونا وراح يسكن يتحكم إن شاء الله سيد عبد الحسين وحنو ما لي يا تاريخ ده شرحه ماذا هونك وحقيقة بدلاً يعني هال كان لما أنت عود هاجن هاي تاريخ سوى لقى شيء كذي إن تندير عبد الله علي هيرسي أرتم بوس and وان إنه قلما أقول يدقنا هن لبضه ما كله هو and تامر كان قد بو لما انتين وحنا هلكن سكونمي انو حفلتنا او قبلناي انو كو تاغيرنا شغدا او تاغاي جندر وحلوناي ها قولستو ها قبطو هذه ادو ما سن هي تلدا او انو سو غدبيه وحكو اولكا ان نبدغليدا iyo xasloonida iyo kala dambaynta iyo midnimada guud ee Puntland la ilaaliyo oo tartankan hadda socda ama shakhsiyaad khaas ah oo danayagu gaar ah kala wata ayna dalkii iyo dadkii iyo amniga ayna wax yeelin xikmadu guud sidaas ahay dalka malaha isku dhaxyaacay Hussein waa konfurta Suudaan oo dhawaan xurriyad qaadatay haddana uu muuqatay inay waxa haysatay ciid iska qaadisay waxaan rajaynayaa amni iyagana inay helaan kulan wadan afrikaan ah hadda waxaa weynu hadlinay waarayroon si soconaya hadalku dad badan baa imanaya bal si ay u xigmadii iyo suugaantii iyo gaararadeena ugu nasano su'aal Ismaaciil baan u yeerayaa si ay inoo nasiso ay xigmadeena ugu qabto insha Allah waxaan ka rajaynaynaa Puntland inay guuleysato insha Allah waxaan Ilaahay ka baryaynaa mar walba inay noqoto gacantii sareysa waxaan sii ka codsan lahaa MP-yada dooranaya madaxweynaha kalabaad ay doortaan inuu noqdo Cabdullaahi Cade annagoo tixraacayna awooyaashii soo lihigsan jiray Artan Boos iyo Afqar Sheekh Daahir Afqar Sheekh een waxaan oran lahay hala doorto si khilaafaadka jira uu u baabiyo insha Allah waan in awooda u baabiin kara
waxaan ku codsan lahayn inay noogu doortaan madaxweyne ku xigeen hadaan nahay gabdhaha Sool Sanaag iyo Cayn. بسنك حيدها أنا حفلة هدان كفورايا وربسنك حيدها أنا حفلة هدان كفورانيا يلا حغلا قوحاها بداها ونعيري يماد يلا حغلا قوحاها بداها ينعيري يماد يا حبيب الله محمد صلوات الله عليه. عسيس بادوني دعم بهير وعينك هكا ديغي عدا يمده بالرب هبا عردك داغي الرقون كوغسيه ييني هي عدم خموران الرقو كوغسيه ييني هي عدم خموران عيركي دولك لغا ما هانا ننكيه عدليا يركي ودولك لغا ما هانا ننكيه عدليا أيرو عبد الله هيتا هيبا عدا حينيا ايناد عبد الله هيتا هيبا عدا حينيا يغل بينا عدليه دخانها عدل وغاوياي إلا قو علمي يا خنكي كي علا حيث شنوغو ورلا قو علمي يا خنكي كي علا حيث شنوغو عبد الله علي طيرسي علي ما نقول الله والشعب كبوت الله نذي عوك لسعدان الشعب كبوت الله نذي عوك لسعدان يعشير الديه كدار هاتون غيا هراهين يعيد سهل عهود كدار هايو عدكو بويان يعوقا شيبا هاتكو إير هاتا عواق عالي وارعوقا شيبا هاتكو إير هاتا عواق عالي داغي وعالا كم بوت الله نعاها هاتكو لديه ليا وعالا كم بوت الله نعاها هاتكو لديه ليا إعادونكم الدعاء والرجعة هاتشي باباها والنول إعادونكم الدعاء والرجعة هاتشي باباها والنول إهدو عدلكم وحكم هو أتكغاب الحلكي ورهدو عدلكم وحكم هو أتكغاب الحلكي يا ذا عبد الله هيكوحي يا يماد حصاري ورذا عبد الله هيكوحي يا يماد حصاري الدولة وحدا هاردين هي هوشو عينتا دولة وحدا هاردين هي هوشو عينتا يا أن الدعاء هنكو معصوم كعانا مال ورانا الدعاء كوغو معصومي كوحانا مال الشعب كوحاها وهاي كوسيين على كدو والشعب كوحاوي كوسيين على كدو يهدي عد عدلو شرشر هاي قيده ويدي ورادي عدعد له تشار هاي غده ويادين وعوار داري عيه تباد هان عاد كلال اللبيري وعوار داري عيه تباد هان عاد كيلا ناعي وغيري خميشي وغيشي وعارا كديغي وغيري كوكوي عيه والله هاي غساتيهين وريدين كوكوي عيه والله هاي غساتيهين يعودوا
شكرا كحكيان كمدعوينها بدلان الجنرال عبد الله علي الحرسي تم عدي آدي آد بانو سلام يا تذكر كسوة قيم قالي مركو قوة رسو حانو سلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية والاحترام وحان شعر هذا كان إن أنو عبد الله أقول مليه لكن فملاهان يقوسهان بانو قرانيا تضبطنا ويجي شكية لكن ويحيي لجي شكية هو إما يقولنا عاوز وعم كيف شيء تاجر ذا هوين كأموشية تاجر ذا على شان تاجر ذا هوين ككلية أيام كيف شيء ذيو سنة كان أنا وقتين لقشرة وحويان و وحلقي يعني قرنقي هوين كيا لقشرة تقرق قرني خرقبها دم ركايو عادي يعني قرنقي كان ورشة كيا وقتين تمر كان يدور كسود ويان أنا وسود ويني قف على قف يدور كسود ويان waa soo dhaweynay intaas ka dib waxaan u baahanahay dawlad wanaagsan ilaahayna waxaan ku baryaynaa inagu xad doormayno kuwa baarlamaanka jooga ee wax dooranayaan wax doormayaan yani waa bin aadan inala mid ah ilaahay waxaan ku baryaynaa mid shaqaale wanaagsan oo si fiican ku shaqeeya madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen si fiican ku shaqeeya in aynu ilaahayna siiyo inta dawadeed dowlad fiican oo tayo leh oo si fiican ugu shaqeysa oo saddexda qaybood ee dowladdu ka kooban tahay oo ah baarlamaanka iyo executive-ka iyo judiciary-gu ayna wada shaqeeyaan ayaynu u baahanahay Cabdullaahi noo soo dhaweeyna Ilaahay waxaan ugu baryaynaa hadii inuu xilkaas hadii uu isaga iyo madaxweynaha uu noo dooro madax wanaagsan baynu Ilaahay ka baryaynaa sidaas ku soo gabagabeynayaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh
Well, I'm
الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ضمان برشدة الصوماليات قار أهان شالية بدلان آدي آدبا غوم هاد نقيا حفلتنا شرفت له أو أي نقل السوقيب قلين ضمان رق إيا حوال إيا قبلبا إيا عروربا وقت قودي أسو اللمييي يوو بري وشقيت انتو او اسكول ايتران ادي ادبان ادي ادبان اوو مهاد نقيا داد كوي دالين ان سيداد اوتيهن ببودلان وحاكو صوفون له دورشو الهي وحان كبر يينا مد كلما تخير يبرواق يبشبش بان الهي كبر يينا اذن كان وحان ان فريا اسكدوم ندا يوو دي چركا ان ادي اد اوود داشان سيدا آن مالو والبو إن إسكو قرب استاغين إن إسكو قرب استاغنو آدي آد بانا إن كوكو مهد علنا يا وقتك إن قالق عدو صفتان وحان لا يا مشرحة يا مشرحين والبابا قف والبابا سيدي إن يدي 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 تعشاي إن إلهي وصمايو إن إلهي نوحان كبرينا كي دالك يددك مذين كرا إن إلهي إسوكا يكينو إلهي نوحان كبرينا نبض قب يبرواق صومالي وردن إن إلهي سيو gaar ahaan gabdhaha Soomaaliyeed waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu xoogooda Ilaahay u barakeeyo owladoodana Ilaahay u xafiso odayadoodana inuu Ilaahay u xajiyaan Ilaahay uga baryayaa kuwa kalena waxaan ka rajaynayaa wax khayr qaba inuu Ilaahay siiyo noloshooda ay ku raaxaystaan salaam aleekum ragana waxaan leeyahay iyagana kama marna waa rag ayagii aad baan ugu baahanahay warrago Soomaaliya ku soo dabaala nabad iyo inaad hal mowqif iyo hal cod aad yeelataan salaam aleekum bulshada oo meel degan sifooyin bay leedahay waxyaalo lagu gartay leedahay waxyaalo caan ku tahay baa jira dad bulshada ka dhex muuqda jira karaamo leh sharaf leh karti leh haybad leh wax qabad leh dadka isku haya u shaqeeya u khidmeeya isku celceliya bulshadeena reer Puntland arintaa kama marna ku aan bay tahay arin lagu yaqaan weeye nin iga horeeya hadda ka hor sheego yiri qarniga gabdhaha lagu jira bariyahan baa lagu jira qarniga hadda ma bilaaban Soomaalida labiya laatiga sano ay lahayd saag yaani in aan turu bilaabta laakiin dhawayd baa lagu jiray ilaahay hayno barakee gabdhaheena waxaan u yeerayaa si dadka gabadh kamid ah oo Soomaaliyeed oo reer Puntland oo dadkeeda iya dalkeeda markaan leeyahay dadkeeda waa Soomaali weyn dalkeeduna waa Soomaaliya geel shuru geel waa wada jirtaa waana kala jirtaa gaar ahaan waa gobol reer Puntland Ilaahay uu inagu manaystay inaga naga si dhaatay deegaankeena ka soo jeedo oo mujtamaa wax badan u qabtay midnimadiisa iyo isku xirkiisa iyo abaabulkiisa iyo khidmadiisa waxyaalihii la amaanay oo dhangaban ku sifowday oo caan ku ah baanu garanay oo ay gabdhaha Soomaaliyeed ee reer Puntland garteen in abaalmarin la siiyo si loo xuso oo loogu dhiirigeliyo halganka iyo dadaalka iyo shaqada iyo khidmadda iyo wanaaga ay ku caanbaxday si marka abaalmarinta gacanta looga galiyo aanu ugu mahadnaqno aanu ku sharafno aanu tusnay inaanu raali ka nahay khidmadda ay hayso waxaan rabaa halkan inaan uga yeedho hadii Ilaahay uu idmo Sultan Maxamuud يوسف علي حوش سو شهادة قبل لو سيو سلطان سلو قبل ما قاعد يحسد هذا بعد بسم الله الرحمن الرحيم وحيلت هاي ودين قبلها هذا الكودي إن بدن بالله هذا اليوم إن إنترنا واحد سكان كاننا وقبلها وين نسيبنا hadda hadii tirada la fiirsho aynu halkan ku fadhino waa ina kula walaamaan hadayn kala sii badnaynba een hawl kasta oo la qabanayo ama Soomaali ha ahaato ama Puntland ha ahaato waxa udub dhaxaadka u ah oo isu keenkeena oo ka shaqeeya waa gabdhaha marka hadii aynu kursigi uu ina dhaafi waayay inaynu hadal hayno liptooda aynu u ogolaano
شاليدو وحا اي اوغراتي شهادة شرف ان لسيو حول كرنمو فاضمة ورسمة هابط شرف بينو تهي فاضمو إن هالك اللي قدون سيو شهادة شرف أي كم تيساتي هاول كرنما دياد إن نغو دانا وحي لطهي إن أي نغقر سنهي إن أي تايقوف هاول كرة ما دام دادكي ودان يدا لغا مقعابي لنا قدون سيو شهادة شرف وما تنفي habeen wanaagsan waxaan horta halkaan mahad uga celinayaa dadkii ii gartay sab waxay ugu ahayd macnihii in ma af Soomaaliga raba waxaan raba waxay ugu noqotay kadis aad baa mahadsantihiin intii ii gartay intii is cabsayba in isma ba lahayn ba yaani saasaba xogaa maasha Allah adu maasha Allah markii aad baa mahadsantihiin jaaliyada Puntland إلهي وحن وغير حجيني كر إن إلهي كدو إنت عاوال كان يقصر عسنتين حد ما بقى عاوال كان يقصر عسنتين صوته وياقان سكول كبعا يقدم بيسي بشاهد مارك إن شاء الله ديالي رهاز وابساي أبلا بطي يا ومات انتي Oh
Kapah, 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 kapah.
I'm gonna make you mine.